لا يكاد يمر يوم دون أن تشيع ميليشيا الحوثي عددا من قتلاها، إما بمعارك قوات الجيش الوطني وإما بالغارات الجوية لمقاتلات التحالف السعودي الإماراتي. 1723 قتيلا ومئات الجرحى، حصيلة الخسائر البشرية التي تكبدتها الميليشيا منذ مطلع يناير الماضي. هذه الإحصائية التي رصدها موقع المصدر أونلاين في تقرير خاص لا تقتصر على جبهة بحد ذاتها، ولكنها توزعت بين جبهات مأرب وحجة وتعز إضافة لشبوة وصعدة. فتلك الجبهات التي حشدت لها الميليشيا ولا تزال تدفع بآلاف المقاتلين نحوها تحولت إلى جبهة استنزاف رئيسية دون تحقيق أي نتائج عسكرية على الأرض. خلال الأيام الأولى من مارس الجاري شيعت الميليشيا نحو 104 من عناصرها بعد أسبوعين من إطلاق عملية عسكرية بهدف حشد المقاتلين إلى الجبهات، وخاصة حرض وعبس في حجة. ومقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام الماضية، فإن الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الميليشيا تعد هي الأعلى. وفيما تتحدث مصادر طبية في مناطق سيطرة الميليشيا عن عدم التعرف على غالبية جثامين القتلى الذين يصلون إلى المشافي، تقول مصادر عسكرية في الميدان بأن هنالك العديد من جثامين قتلى الميليشيا لا تزال مرمية في الخطوط المتقدمة من جبهات القتال. وعلى الرغم من كل تلك الخسائر التي يتكبدها الانقلابيون، إلا أن القوات الحكومية هي الأخرى يبدو أنها اكتفت بما حققته خلال الفترة الماضية، أو هكذا تبدو مؤشرات الأحداث العسكرية على الأرض.